بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. المحاضرة 20 حنتكلم على البيتا ثلاسيميا ميجر، وهنا حنتكلم على التيبيكال ديزيز اللي اكتشفه العالم كولي، بنسميها كوليز أنيميا. حنتكلم عليها بالتفصيل، حنتكلم على الديفينيشن، على الباثوفيسيولوجي، على اللاب دايجنوسيس، وحنتكلم على التريتمنت. الديفينيشن للبيتا ثلاسيميا ميجر هو كالآتي: ان في معنى هي عباره عن سيفير فورم، سيفير فورم، وهو عباره عن كوانتيتيف ديفكت في البوت بيتا تشين، يعني مش اتفقنا في كروموسوم على في جين وفي كروموسوم اخر عليه جين، فيحصل عمليه ميوتيشن في التو جينز، فبالتالي ابسنت للبيتا تماما، فتغيب البيتا تماما. هذا الغياب للبيتا حيؤدي الى جلوبين تشين امبالانس، وبالتالي هذا حدوث البيتا تشين امبالانس حيؤدي الى امرين في منتهى الاهميه: ان افكتيف اريثروبايوسيس، يعني معناها ان الخلايا حتكسر في البولمر وحتكلم عليها، وحتؤدي الى كرونيك هيموليتيك انيميا. اذا المشكله في البيتا ثلاسيميا ميجر انه ما في بيتا خالص، وبالتالي حيتكون عمليه ما نسميها بالجلوبين تشين امبالانس، وبالتالي حيحصل عمليه ما نسميها ان افكتيف اريثروبايوسيس، وحيحصل عمليه الكرونيك هيموليتيك انيميا. طبعا هي اساسا في الغالب هي اوتوسومال ريسيسيف، لكن ممكن نسميها اكس لينكد بيتا تشين والثرومبوسايتوبينيا، وبالتالي دي رير. الديكريز البيتا تشين حيؤدي الى ديفكت في الهيموجلوبين اي برودكشن اكيد. ليش؟ لانه الهيموجلوبين اي هو عباره عن 2 الفا 2 بيتا، فلو حصل ديكريز في البيتا حيؤدي الى ديفكت في الهيموجلوبين اي برودكشن، وبالتالي لو غابت البيتا كلها يعني ما فيش هيموجلوبين اي خالص. طيب طبعا هذه اكيد هي موجوده في حوض دول حوض البحر الابيض المتوسط، موجوده كمان في عمليه ساوث ايست ايشيا، موجوده فيها قضيه الثلاسيميا ميجر، وان كان حوض البحر دول حوض البحر الابيض المتوسط هي الموست كومن الديزيز موجود فيها. طيب تعالوا نشوف الباثوفيسيولوجي فيها خطوه خطوه. طبعا احنا اتفقنا انه احنا نتكلم على التيبيكال اللي هو كوليز انيميا سيفير، وسيفير بشكل كبير، وهي معناها نقول عليها بيتا زيرو، بيتا زيرو ما في معنى بيتا خالص. طيب كيف حيحصل الباثوفيسيولوجي؟ احنا اتفقنا انه البيتا زيرو ما في معنى بيتا تشين خالص، فعملية التو جينز على تو كروموسومز حصل فيهم ميوتيشن، فما في اي عملية البيتا، فبالتالي نقول عليها هيموزايجس، وبالتالي حتكون سيفير. يعني هذه طبعا في الوضع الطبيعي، لكن هنا ما فيش اي بيتا تشين خالص، فبالتالي حيكون الوضع سيفير. تعالوا النقطة المهمة جدا انه هذا الديزيز حيبدأ بعد الثمانية شهور. ليش الثمانية شهور؟ لانه الجنين اساسا لو ما يولد معاه 2 الفا 2 جاما اللي هو الهيموجلوبين اف، فلو ما يولد 6 شهور عاوز يقلب على طول، عاوز يكون هيموجلوبين اي، فعاوز بيتا تشين، فما في بيتا تشين، فحتظهر المانيفستيشن على طول من 8 9 شهور حتظهر المانيفستيشن. النقطه المهمه جدا، احنا اتفقنا اي هيموجلوبين اي طبيعي للادلت هو عباره عن 2 الفا 2 بيتا، الان معايا ابسنت للبيتا تماما لانه معايا بيتا 0 بيتا 0، ودي قلنا عليها هيموزايجس، فبالتالي ما دام ابسنت للبيتا كلها اذا اكيد ابسنت للهيموجلوبين اي، لان الهيموجلوبين اي هو عباره عن 2 الفا 2 بيتا، فبالتالي الهيموجلوبين اي غائب تماما. هذا حيؤدي الى ايش؟ حيؤدي الى ان الالفا تشين حتكون موجوده باكسس، حتكون موجوده فري، وحتكون موجوده اكسس. هذا وجود الالفا تشين كاكسس وفري حيحصل لها بريسيبيتيشن في الاريثروبلاست في البون مارو، وحيحصل لها بريسيبيتيشن كمان في الاريثروسايت في البلد، فبالتالي حيحصل لها ديستراكشن في البون مارو، وكمان حيحصل لها ديستراكشن في السبلين. طبعا الديستراكشن في البون مارو اللي نسميه احنا ان افكتيف اريثروبايوسيس، وحتكلم عليه الان ان شاء الله. اذا نقطه مهمه جدا، لان غابت البيتا تماما، فالالفا كانت اكسس وبالتالي تحولت الى تترامرز الفا، التترامرز الفا دي حصل لها بريسيبيتيشن في الاريثروبلاست في البون مارو، وحصل لها بريسيبيتيشن في الاريثروسايت في البلد، فبالتالي حصل ديستراكشن في البون مارو وفي السبلين في البلد. طيب الان اكيد حيكون في انيميا، ما دام في انيميا حيكون في معنا كرونيك هايبوكسيا بالتاكيد، انيميا ما في اكسجين، فحيكون في كرونيك هايبوكسيا. الكرونيك هايبوكسيا حيؤدي الى انه في انكريز في الاريثروبايوتين، لو ما يحصل انكريز في الاريثروبايوتين حيحصل ستيموليشن للبولمرو، فبالتالي حيحصل هايبربليزيا. هايبربليزيا في طفل لازال طري، العظم لازال طري، فبالتالي هذا حيؤدي الى ان البون مارو عاوز يطلع ار بي سيز باي شكل، لانه ايش اللي حيحصل؟
حيحصل انه الفا تشين موجوده حيحصل لها بريسيبيتيشن في الاريثروبلاست حتتكسر، ومن هنا لما تتكسر نسميها ان افكتيف اريثروبايوسيس. وسبحان الله لكم ان تتصوروا اريثروبلاست تولد في البون مارو وتموت في البون مارو قبل ما تخرج الى البلد، هذه نسميها الان افكتيف اريثروبايوسيس. طبعا نتيجه للان افكتيف اريثروبايوسيس انه وفي عمليه هايبربلازيا للبون مارو حيحصل عمليه اكسبانشن لقضيه السكال وللفيشال بونز، لانه البون مارو عاوز يطلع قضيه ار بي سيز فيخلي كل البونز، وطفل لازال صغير يعني عظمه لازال طري، حيحصل اكسبانشن وبالتالي حيحصل عمليه ديفورميتي في السكال وفي الفيشال بونز. ولذلك واحده من المين كاركتر نسميها الشاب مانك فيس اللي هي تشبه وجه السنجاب. شايفين لو شفتوا الصوره حق المريضه دي وشفتوا صوره السنجاب تشبهها، ليش؟ لانه حصل اكسبانشن للسكيل وللفيشال بون عشان يطلعوا عمليه الار بي سي. نفس الوضع في الان افكتيف ريتروبايوسيس حيحصل اكسبانشن لانه في هايبربلازيا، فبالتالي هي اكسبانشن في السكال في الفيشال بونز، فبالتالي حيحصل مانجولويد فيس، شكل الطفل شكله مانجولويد فيس. نقطة ثانية يسموها كذا، يسموها كمان الكروكات أبيرانس. أنتوا عارفين كان في حلاقة للبحار الأمريكان يحلقوا بالشكل ده ويخلوا الشعر فقط في منتصف الرأس. هنا حتحصل فيها تماما، يسموها كذلك نفسها، يسموها كروكات أبيرانس. ولو ما يعملوا الإكس راي يشوفوا الهير on end appearance. شايفين كيف الهير في ال end appearance؟ ما معناها إن السكال عاوز تطلع قضية ال RPCs. طبعا بالتأكيد الإرثروبيوتين عالي، فبالتالي حيحصل extra medullary hematobiosis، فبالتالي حيحصل عملية هيباتوسبينوميجالي، وبالتالي حنشوف كاركترستيك إن الطفل ده يحصل عنده هيباتوسبينوميجالي. أكيد إحنا قلنا إن الهيموغلوبين إيه هو 2 ألفا 2 بيتا، هنا ما فيش معايا بيتا خالص، البيتا غائبة تماما. أكيد الهيموغلوبين F حيزداد، أكيد لأنه عملية الألفا هترتبط بالجاما فحيزداد الهيموغلوبين F. كمان ممكن يزداد الهيموغلوبين E2 لأنه معايا قضية الألفا ومعايا قضية الدلتا، لكن طبعا نسبتها ضئيلة، فممكن يزداد الهيموغلوبين E2 أو يظل في الطبيعي. بالتأكيد حيحصل للطفل ذا growth failure، يعني الطفل ده مش حينمو خالص، حيحصل growth failure لأنه ما في أكسجين للأنسجة عشان ينمو هذا الطفل. طيب الآن في نقطة مهمة جدا في قضية البيتا ثلاسيميا يسموها انترميديا. البيتا ثلاسيميا انترميديا إما أن تكون بيتا زيرو بيتا بلس بيتا زيرو، أو أن تكون قضية بيتا زيرو بيتا بلس بيتا بلس، أو أن تكون قضية اللي هي هيموغلوبين اي مع بيتا بلس او هيموغلوبين اي مع بيتا زيرو. ما معنى الكلام هذا؟ لو قلنا عمليه بيتا بلس بيتا زيرو معناها ان في حيكون نسبه هيموغلوبين موجوده، لان في بيتا بلس بتطلعه، وكمان لما يكون في بيتا بلس بيتا بلس معناه ان الهيموغلوبين كمان حيكون نسبته اعلى. وهذا هو ديزيز نفس الميكانيزم اللي قلناها في الميجر لكنه اقل حده، وقد يكون حتى سفير لكنه أقل حدة من قضية اللي هي غياب قضية البيتا تشين بشكل نهائي. طيب كيف نعمل قضية لاب دياجنوسيس؟ أكيد طبعا دي حنكتشفها في الانفانتس في التسعة شهور، حنكتشفها على طول، حتظهر تماما. النقطة الثانية نحن اتفقنا أن احنا في معنا نظام 3-3-1-1-1. الثلاثة الأولى نشوف الهيموغلوبين RBCs count ونشوف الهيماتوكريت. بالتالي الأكيد شايف الهيموغلوبين هنا 6، كمان RBCs هنا قلت. طبعا ليش قلت RBCs هنا؟ لأنه بتتكسر الإثروبلاست في البون مارو، أكيد حتقل، وكمان الهيماتوكريت حيقل، أكيد أنيميا. فبالتالي حنروح نشوف عملية الثلاثة الثانيين اللي هو MCV MCH MCHC كلهم حيكونوا ديكريز، والMCV حيكون صوروا بالخمسينات، حيكون الMCV. النقطة الثالثة طبعا دي macrocytic hypochromic anemia، الـ RDW حتكون increase بشكل كبير لأنه في variation بالنسبة لقضية أحجام الـ RBCs. الـ blood film حنشوف كمان microcytosis بشكل واضح، حنشوف target signal بشكل واضح، ممكن نشوف nucleated RBCs، وكمان شايفين قضية الـ basophilic stippling، وأكيد anisobacrocytosis حتكون موجودة في قضية الـ blood film. الريتيكروسايت اكيد الريتكس حتكون زايده، لكن هنا نقطه مهمه جدا، الريتكس حتكون ناقصه لو ما يحصل عمليه ان افكتيف اريثروبايوسيس. ليش؟ لانه الاريثروبلاست بتتكسر
وكيف حتتحول الى قضيه ريتيكولوسايت. فده في البدايه ممكن تكون زايده، لكن لو حصل ان افكتيف اريثروبايوسيس حتقل قضيه الريتكس. طبعا عشان نعمل كونفرميشن لابد نعمل الهيموجلوبين سيبريشن، لكن قبل ما نعمل الهيموجلوبين سيبريشن لابد يكون في بالنا الاتي: يكون في بالنا العمر، يكون في بالنا قضيه الفاميلي هيستوري، يكون في بالنا قضيه الهيستوري اوف بلاد ترانسفيوجن. بالتاكيد لو واحد شخص عنده ديفكت وراح واعطوه عمليه البلاد ترانسفيوجن، وانت لما تروح تعمل عمليه الهيموجلوبين سيبريشن انت حتشوف الدم اللي نقول له وليس قضيه الدم الحقيقي بالنسبه له. اكيد لابد يكون في بالنا الهيستوري اوف ميديكيشن، لانه في دراجز يسموه الهيدروكسيوريا ده بيحول الى الهيموجلوبين اف. فلابد هذه الاشياء واحنا نعمل عمليه الهيموجلوبين سيبريشن ان تكون حاضره في ذهننا. انتوا شايف لما نعمل جيل الكتروفريسيس، طبعا لما تكون بيتا زيرو بيتا زيرو زي ما انتوا شايفين الهيموجلوبين اي مختفي تماما مش موجود، وشايفين كيف حجم الهيموجلوبين اف، حجم الهيموجلوبين اف عالي. لكن احنا زي ما اتفقنا ان الكابلري الكتروفريسيس هي الافضل، شايفين هنا حيطلع لي الهيموجلوبين اف، طلع هنا 94.8، وطلع لي كمان الهيموجلوبين قضيه اي 2 كمان 5.8، هنا عمليه انكريز. فبالتالي هنا ما في هيموجلوبين اي خالص. فدائما ننصح بقضيه الكابلري الكتروفريسيس لقضيه تشخيص الثلاسيميا بشكل عام. اتش بي ال سي كمان حتشوف الهيموجلوبين كمان اي غائب تماما، الهيموجلوبين اف حيكون هاي. ونقطه مهمه جدا، لو هي ثلاسيميا انترميديا حيكون في هيموجلوبين اي موجود بالنسبه لا باس بها. اكيد لما نعمل اكس راي حنشوف الهير اون اند ابييرنس كاركترستيك تماما. بالتاكيد اذا طبعا انكونجيجيتد بالاوروبين عالي والدارك ستول بالتاكيد لان عنده هيمولايتيك انيميا. الحديد حيكون عالي لانه ده بياخذ بلاد ترانسفيوجن بشكل مستمر. السيرم فيريتين عالي، التي اي بي سي او توتال ايرون بايندينج كاباسيتي حتكون طبعا بالتاكيد واطيه. هذا السكيم اللي تكلمنا عليه احنا بالنسبه لنا هذا السكيم الان اللي هو قضيه المايكروسيتيك هايبوكروميك، فالثلاسيميا داخله في السكيم اللي تكلمنا عليه. كيف نعمل تريتمنت للميجر؟ اول نقطه طبعا اللايف لونج بلاد ترانسفيوجن، هذه جزء اساسي. ليش يعملوها؟ لانه دي حتعمل سبريس عشان ما يحدثش الان افكتيف اريثروبايوسيس. نقطه مهمه جدا في اللايف لونج بلاد ترانسفيوجن، نخاف من قضيه البارفو فيروس. لو كان البلاد كونتامينيتد بالبارفو فيروس، البارفو فيروس ده بيروح بيكسر الار بي سيز بروجينيتورز، وهو مش ناقص اساسا الطفل انه يتكسر له ار بي سيز، فده حيؤدي الى كرايسيس لو تعرض لقضيه الطفل كمان. واحده من الاشياء اللي نخاف بشكل كبير ان قربه الدم لو هي كونتامينيتد بالبارفو فيروس حيؤدي كمان الى 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 مور سيفير بالنسبه للديزيز، وقد يكون فيتال. طبعا يعطوا عمليه الديفروكسامين، ده طبعا هو من الكليشن ايجنتس اللي بيعمل بيسحب الحديد، لانه الحديد ده بيزيد كل ما اعطيناه دم. فده واحد عشان نمنع عمليه السكندري الهيموكروماتوزيس بيعطوا عمليه الديفروكسامين زي ما قلنا ككليشن ايجنت. بلاد ترانسفيوجن البون مارو ترانسبلانتيشن واحده من الاشياء اللي بيفكروا فيها الناس واللي بتتعمل في مراكز معينه لانها معاناه كبيره بالنسبه للطفل المصاب. كمان الجين ثيرابي الان بيفكروا فيه. كيف الجين ثيرابي فكرته انه معايا مشكله في قضيه في الميوتيشن حق الجين نفسه، فالجين ده ميوتيشن، فبالتالي ادى ما عاد فيش معايا بيتا تشين، فيروح يجيبوا الجين السليم اللي بينتج البيتا تشين ويدخلوه في فيروس يسموه اللينتي فيروس كفيكتور كناقل، ويدخلوه في قضيه الستيم سيل، وبالتالي الستيم سيل ده يدخلوها الانسان، وبالتالي على اساس انه يشتغل البيتا اللي هي او الجين اللي هو السليم. ده واحدة من الأشياء اللي هي بدأت واعدة وبدأت في مراكز تعملها. كنت معكم فيما مضى في الثلاثمية ميجر، وأتمنى تكون الأمور واضحة. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.